عايزين نتكلم في الفيديو ده عن الاتروبين، بس في الاول عايز اديكم فكره عامه عنه، وفي الاخر هقول لكم ايه الاسئله المهمه اللي تذاكروها وازاي تحفظوها عشان الايه، عشان الامتحان. ببساطه جدا الاتروبين ده دواء بيعكس الاكشن بتاع الباراسمباثيتك سيستم، علشان كده بسميه باراسمباثوليتيك او انتي ايه، او انتي ماسكارين. طيب بالله عليكم كده، اول سؤال بنتساله في الموضوع ده الميكانيزم اوف اكشن اوف اتروبين. السؤال ده لو ما جاش نظري بيجي لنا ام سي كيو، هننزل تحت كده مع بعض شويه. زي ما انتم عارفين الميكانيزم اوف اكشن اوف اتروبين انه يروح يقفل لي الماسكارينيك ريسبتور، بس لازم تكتب لي انه كومبيتيتيف بلوكر، انها بتيجي فين؟ في الام سي كيو، ماسكارينيك بلوكر، بس انهي يعني بلوكر؟ كومبيتيتيف ايه؟ كومبيتيتيف بلوكر. بعد كده بقى عايزين نتكلم على ايه؟ على الاكشن اوف اتروبين. طيب ببساطه برضو بيأثر لي على الجسم كله من فوق لتحت. ايوه بيأثر لي، بيعمل لي ايه؟ والله الاكشن بتاعه عكس الاكشن بتاع الباراسمباثيك سيستم. يبقى انت هنا مش هتحفظ كل اللي فيها، هتفتكر ايه الاكشن بتاع الباراسمباثيك وتعكسه في الاتروبين. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا مثلا نفتكر الاكشن بتاع الباراسمباثيك على الجي اي تي واليوريناري بلادر. لو تفتكروا الباراسمباثيك كان بيعمل لي ايه في الوول بتاع الجي اي تي؟ كان بيعمل لي كونتراكشن في الوول وريلاكسيشن في السفنكتر. طب يبقى الاتروبين هيعمل ايه؟ هيعمل لي العكس، هيعمل لي ريلاكسيشن في الوول، كونتراكشن في السفنكتر، ريلاكسيشن في الوول وكونتراكشن في السفنكتر. طيب لو تفتكروا برضو الباراسمباثيك كان بيعمل لي ايه في السكريشن؟ والله الباراسمباثيك كان بيزود لي السكريشن. يبقى الاتروبين اللي هو باراسمباثوليتيك اللي هو عكس الباراسمباثيك هيقلل لي السكريشن، يبقى ديكريز اول سكريشن، ديكريز السلايفا، ديكريز السويت. تمام. طيب تعالوا مثلا نفتكر الاكشن بتاع الباراسمباثيك على البرونكاي، كان بيعمل لي ايه؟ كان بيعمل لي برونكو سباز او برونكو كونستريكشن. طيب يبقى الاتروبين هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي العكس اللي هو برونكو دايلاتيشن، وهيقلل لي السكريشن برضو بتاعت البرونكاي، بس هيخلي نوعها فيسد. الكلمه دي مهمه وهحتاجها بعدين. يعني ايه فيسد؟ يعني لزجه. حلو حلو. تعالوا مثلا نشوف او نفتكر الاكشن بتاع الباراسمباثيك على الاي. الباراسمباثيك كان بيعمل لي ايه في الاي؟ كان بيعمل لي مايوز ولا مدريز؟ كان بيعمل لنا مايوزس. حلو، يبقى الاتروبين هيعمل لنا مدريزس. طيب الباراسمباثيك كان بيعمل لي ايه؟ بيزود لي الانترا اوكلر بريشر ولا بيقلله؟ كان بيقلل الانترا اوكلر بريشر، يبقى الاتروبين هيزوده. واحنا عارفين برضو ان الباراسمباثيك بيزود لي السكريشن ومن ضمنهم اللاكريمال سكريشن، يبقى الاتروبين هيقلل لي اللاكريمال سكريشن وهكذا. طيب تعالوا مثلا على السي في اس اللي هو الكارديو فاسكولار سيستم. الباراسمباثيك كان بيعمل لنا ايه؟ كان بيعمل لنا برادي كارديا ولا تاكي كارديا؟ الباراسمباثيك كان بيعمل لنا برادي كارديا، يبقى الاتروبين هيعمل لنا تاكي كارديا. بس قبل ما بيعمل تاكي كارديا بيعمل لنا حاجه اسمها انيشيال برادي كارديا، او بسميها البارادوكسيكال برادي كارديا، وافهمكم ليه دلوقتي. حلو، بس عايزك تعرف بالله عليكم القاعده اللي هنمشي عليها، الاكشن بتاعه عكس الايه؟ عكس الباراسمباثيك. بنفتكر ايه الباراسمباثيك اكشن وبنعكسها في الاتروبين. طيب يبقى قلنا على الهارت هيعمل لي تاكي كارديا، بس في الاول بيعمل لي انيشيال برادي، وهنفتكرها مع بعض. طيب على البلاد فيسل هيعمل لي، ما بيأثرش على البلاد فيسل، بس ممكن يعمل لي اتروبين فلاش. تمام، يعني ايه اتروبين فلاش؟ يعني هيوسع لي الاوعيه الدمويه وهيعمل فيها كونجيشن، هيعمل فيها احتقان بالايه، بالبلاد، وهنفهم ليه برضو. تالت افكت على الكارديو فاسكولار سيستم اللي هو بيعمل لي ايه على البلاد بريشر. قبل ما اقول لكم بيعمل لي ايه، تعالوا نفتكر الحته دي مهمه بالله عليكم في الام سي كيو. تعالوا نفتكر الباراسمباثيك اكشن على البلاد بريشر. الباراسمباثيك كان بيعمل لنا فازو دايلاتيشن والفازو كونستريكشن، كان بيعمل لنا فازو دايلاتيشن يعني هيعمل لنا هايبو تنشن. طيب الاتروبين هيعمل لنا ايه؟ والله الاتروبين هيعمل لنا حاجه من اتنين، اما هيعمل لنا حاجه اسمها ابوليش، وهفهمكم يعني ايه، او ريفيرس. طيب يعني ايه ابوليش ويعني ايه ريفيرس الاول عشان نفهم؟ بصوا لما يبقى في ماده بتعمل لي هايبو تنشن، ودي دواء من بره يعكس لي الهايبوتنشن ده، يعني يخلي الهايبوتنشن هايبرتنشن، بسمي الكلمه دي ريفيرس اللي هي بتعكس الاكشن. حلو، طيب لما يبقى في دواء بيعمل لي هايبوتنشن ودي دواء يمنع لي الهايبوتنشن ده يخليه نورمال، بسمي المصطلح ده ابوليش. ده الفرق بين ابوليش وايه وريفيرس. طيب امتى الاتروبين يعمل لي ريفيرس وامتى يعمل لي ابوليش؟ بيعمل لي ريفيرس لو اديته بعد الاسيتايل كولين
او الكارباكول او النيوستجمين، وهفهمكم ليه. وبيعمل لي ابوليش لو اديته بعد الميثاكولين والبيسانيكول وليه والبايلوكاربين اللي هم بقيه الايه، بقيه الباراسمباسو مايميتك. انت لو تفتكروا الباراسمباسو مايميتك الخمسه اللي انا كتبتهم بالترتيب اللي هم كانوا ستايلكولين والميثاكولين والكلام ده. طيب قلت لك الاتروبين بيعمل لي ريفيرز ليه للاستايلكولين والكارباكول والنيوستجمين، ويعمل لي ابولش ليه الميثاكولين والبيسانيكول والبايلوكاربين. طب ليه بيعمل لي ريفيرس للاستايلكولين والكارباكول والنيوستجمين؟ لان ببساطه جدا الثلاث ادويه دول كانوا بيشتغلوا لي على الماسكارينيك والنيكوتينيك ريسبتور، تمام. اما الميثاكولين والبيسانيكول والبايلوكاربين كانوا بيشتغلوا بس على ايه، على الماسكارينيك. طيب ايه الفكره؟ الفكره ان انا لما ادي الاتروبين بعد دواء بيشتغل لي على الماسكارينيك والنيكوتينيك، الاتروبين هيقفل لي الماسكارينيك، فمين بس اللي هيفضل شغال؟ النيكوتينيك. والنيكوتينيك لما تفضل شغاله من ضمن الاماكن اللي بتشتغل فيها اللي هي الايه، السوبر ادرينال المظله، فهتطلع لي ادرينالين، والادرينالين يرفع لي ايه، يرفع لي الضغط، فيعمل لي حاجه اسمها ريفيرس. ده بالنسبه للي عايز يفهم. انا كل عايزك تحفظه الاسامي الادويه اللي بيحصل بعدها ريفيرس او ابوليش عشان الام سي كيو. ده بالنسبة للأكشن بتاعه على السي فيس. تعالوا بقى نحفظ الأكشن بتاعه على السي ان اس. في الأول كده الأكشن بتاع الأتروبين على السي ان اس بيعمل لي ستيموليشن وبيعمل لي ديبريشن، بس هو أكتر، هو مور ستيمولانت، يبقى هو مور إيه؟ مور ستيمولانت. طيب فبيعمل لي حاجة اسمها الرهام كونفالجن. يعني ايه رهام كونفالجن؟ الرهام كونفالجن دي اختصار، تعال نشوف اختصار ليه. ار يعني ريست ليس نس، مفيش راحه. واي يعني اكسايتيشن اللي هو اثاره، واتش يعني هالوسينيشن اللي هي هلوسه، واي يعني انكزايتي، وام يعني مانيا اللي هي جنون، وكونفالجن اللي هي التشنجات زي ما انتم عارفين. بعد كده بيعمل لي على السي ان اس اتنين انهبيشن واتنين اكتيفيشن. انا عندي انهبيشن انهبيشن واكتيفيشن اكتيفيشن. طيب بيعمل لي انهبيشن ليه وبيعمل لي اكتيفيشن ليه؟ بيعمل لي انهبيشن للفوميتنج سنتر وبيعمل لي انهبيشن للبيزل جانجليا. طيب ليه بيعمل لي انهبيشن للفوميتنج سنتر؟ زي ما انتم عارفين برضو لو متابعين معايا، مركز الترجيع اللي في البرين فيه اتنين ريسبتور، فيه ماسكارينيك ريسبتور وفيه هيستامين ريسبتور. هو بيروح يقفل ليه؟ بيروح يقفل الماسكارينيك ريسبتور، فعشان كده هيعمل لي او يعمل لي انهبيشن في الفوميتنج سنتر. طيب البيزل جانجليا برضو فيها ماسكارينيك ريسبتور، هيروح يقفلها فيعمل لي انهبيشن في البيزل جانجليا، وعشان كده بستخدمه كايه؟ كانتي باركنسونيزم. وشرحت لكم قبل كده الباركنسونيزم ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب زياده الاسيتايلكولين او ديكريز في الدوبامين. انا دلوقتي لما ادي دواء يروح يقفل لي الماسكارينيك ريسبتور، مش معنى كده ان انا بقلل الاسيتايلكولين، مش معنى كده ان انا ممكن اديه كانتي باركنسونيزم. دي الفكره اللي انا بستخدمه ايه؟ كانتي باركنسونيزم هنا ببساطه، محدش يفهم، احفظ لي بس معايا، بس انا بقول بزياده عشان لو حد ايه عايز يستفيد. اكتيفيشن على ايه؟ بيعمل لي اكتيفيشن للريسبيراتوري سنتر واكتيفيشن للكاردياك انهبيتوري سنتر في البرين. ومن هنا اقدر اشرح لك ليه بيعمل لي انيشيال برادي كارديا. بيعمل لي انيشيال برادي كارديا على الهارت لانه بيروح يعمل لي اكتيفيشن للكاردياك انهبيتوري سنتر اللي في البرين. والانهبيتوري سنتر اللي في البرين ده لما يشتغل هيروح يمنع لي ايه؟ شغل الهارت في الاول، وبعد كده هيعكس لي يعمل لي تاكي كارديا. ببساطه جدا ده بسرعة الأكشن بتاع الأتروبين على الجسم كله. بالله عليكم عايزكم تحفظوا الأكشن، عايزكم تطلعوها من الايه، من الباراسمباثيك ميميتك، بأثر لي على الجسم كله زي ما شفنا قدامنا.